بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الريفيل واحد من ضمن الكومبوننتس الجميلة جدا في فاونديشن، اللي هي بيزد على جافا سكريبت. ده عبارة عن مربع حواري أو صندوق حواري بيظهر لما اليوزر يعمل ايفنت معين عليه. بنشوفها طبعا في مواقع مختلفة بمنتهى البساطة. لو حبينا نشوف موديل منها، لو ضغطنا على الكليك ده فبنلاقي ده الريفيل. طبعا دي كنترولز مختلفة، لكن يقينا احنا شفناها في أماكن مختلفة. في السيريز ديت يا جماعة نحاول نتكلم بشكل مفصل شوية عن الريفيل. في السيشن ديت راح نتكلم عن سم بيزكس، البيزكس بتاعت ادراج الريفيل ده يا جماعه. طيب، علشان نبتدي ننشئ الموديل ده، كل اللي احنا محتاجينه الكلاس اللي اسمه ريفيل. فانا راح اعمل ديفيجن جديد وهدي الديفيجن ديت الكلاس اللي اسمه ريفيل. شو اللي هو محتاج غير الكلاس اللي اسمه ريفيل يا جماعه؟ محتاج خاصيه اسمها داتا ريفيل. كما انه محتاج اي دي من نوع معين. خلينا طبعا القصه بتاعت الاي دي ديت لانه هيتربط بماده معينه، طبعا ده اللي احنا هنحاول نتعرف عليه كمان شويه. خلونا نكتب مثلا ريفيل تيست، ده الاي دي بتاعه. لو انا عملت كنترول اس كده انا ادرشت الريفيل بتاعي. داخل جوه الديفيجن ده يا جماعه انا ببتدي احط الكونتنت اللي انا عايزه يظهر في المربع الحواري اللي هيطلع لما اليوزر يعمل ايفنت او تحصل استجابه معينه من اليوزر على اليمنت معين من عناصر الصفحه. ولنفرض انا هبتدي احط مثلا اتش 1 وهقول له مثلا هاي اي ام ريفيل، واعمل كنترول دي واخلي الاتش 1 ديت بالتانية عبارة عن مثلا باراجراف. انا ممكن احط فيها اللي انا عايزه، ممكن احط فيها فورم تسجيل دخول، ممكن احط فيها اي حاجة. انا بدي مثال بس على استخدامها. طب انا لو عملت كنترول اس ورحت شفت ايه اللي بيحصل في الموقع بتاعي كده وعملت ريفرش، طبعا مش هلاقي حاجة ظهرت لاني هو الريفيل موجود يا جماعة، بس المفروض يكون في طريقة او يكون في حاجة يوجع عليها الايفنت علشان يفتح لي الريفيل ده بمنتهى البساطة. ودي فايدة وجود الاي دي. الاي دي ده راح يتم استدعائه لما يحصل حاجة معينة، وده بالظبط اللي احنا هنحاول نعمله. ولنفترض يا جماعة هنحاول نربط بعنصر انكر، واسم الارتباط ايه واسم الارتباط ايه. طالما انا كنت عامل الريفيل يا جماعة، الفكرة بمنتهى البساطة هي اني استخدم خاصية اسمها داتا داش داتا اوبن، وفي داتا اوبن بكتب يساوي وبكتب اسم الاي دي اللي انا اديته للكلاس اللي واخد للكلاس ريفيل. فاهمين يا جماعه؟ فطبعا ده الامر المميز ان الاي دي ده هيتفتح علشان داتا اوبن مع مين؟ مع الكلاس اللي اسمه ريفيل. فانا هاخد نفس القيمه اللي انا كنت كاتبها هنا واحطها في كقيمه للداتا اوبن، وهنا هبتدي اكتب مثلا النص بتاعي اللي انا عايزه يظهر كلينك. انا هكتب كلمه كليك. لو انا عملت كنترول اس رحت عملت ريفرش الاقي ان تقريبا كده ادي الكلمه بتاعتي. لو انا ضغطت عليها هتروح تديني الريفيل بتاعي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.